يا بنات، انتو لازم تفهموني اكتر من اي حدا. من لما كنا صغار دائما كان في شي ناقصنا. انتو ابهاتكن وانا امي. لك انا ما عم بطلب شي مستحيل. بدي هالولد يكون عنده عيلة بسيطة وصغيرة مثل كل هالولاد. انا بدي امه وابوه يكونوا فوق راسه ويربوه. انت صالحتي مع عروة؟ لا روحي لا، بس بيبعت مسج لما بيخطر عباله. نحن لازم نحكي. يلا تصبحوا على خير يا بنات. لا تتصل ولا تبعت رسائل. شوفي، ما قلت لك ما تتصل؟ يعني بدك يعني اعتبر اللي صار بيناتنا ولا شيء؟ طبعا واعتبره مرقت. هلا الوضع تغير كتير. اسمعي هيبة، أنا قلت لك لبنى والولد يلي ببطنه ما بيهموني، أنت بتهميني أكثر منهم. طيب يا سعيد، أنا ما بدي أحكي، عم تفهم؟ رح سكر. طيب بدك إجي لعندك ونحكي؟ لك اصحك. لك سعيد، أوعك تجي لهون. ها، وضع البنت كتير صعب وأنت عندك مشاكل أكثر منا. روح خلي أميري يقلك. لبنى، انتي عم تبكي ما هيك؟ يا لبنى بترجاكي لا تبكي بقى، كل شي رح يتحسن. أنا بوعدك يا روحي، كلياتنا مع بعض رح ندير بالنا على اللي ببطنك. بكرة بروح لعند أبوكي وباخد غراضك منه كمان، وشوي شوي ما بتلاقي إلا استقريتي. بس أنا هي أول مرة بحب بحياتي، وكتير حبيته لسعيد. بفهم شعورك، يعني شو نعمل، قدرك إنه يصير معك هالشي، بس مو منيح تضلي هيك، حرام مشان الولد. انت كمان حبيتي سعيد، بس هلا انت الوحيده يلي جنبي. لك ما حدا عمل يلي عم تعمليه. شو هالحكي، طبعا لازم نوقف جنب بعضنا. انت رفيقتي من لما كنا صغار كتير. لبنى، أجمل ذكريات حياتي عشتها معك أنتي. بس أنتي لا تفكري بهاي الأمور هلأ. أنتي رح تكوني أم، فكري بالولد وصحته. أنتي رح تكوني أم منيحة لابنك، وأنا الخالة صح؟ وكل شي بصير أحسن. إذا هدي سعيد أكيد بصير أحسن. إن شاء الله، بس إذا نفد من عمايله الوسخة. خلص، بس نفس يعني مين اللي حولنا؟ ما كان لازم يصير هيك. إيه؟ اعتبرها لحظة مليت. لا، ما رح أقدر. أنا من أول ما شفتك عم بحلم بهاللحظة هاي. أبي قلعني من البيت سعيد، لأنه عرف إنه أنا لسه ما نزلت الولد.
إذا صحصحت منيح قلي شو وجعك أخي. سعيد أنت بتعرف إنه حياتي كلها ومستقبلي المهني انتهوا بسببك أنت؟ ليش أنا شو عملت لك؟ في حدا صوركن لما كنتوا عم تدفنوا الجثة. سالم بيك ورجاني الصور. صار يبتزني بالشركة. كيف؟ هلأ فهمت؟ لك شو هذا اللي عم بتقوله أنت؟ مين هذا اللي مصورنا؟ ما بعرف ما بعرف. كنت عم شوف قضية واحد اسمه كمال وانبعت لي خبر إذا ما بوقف بينشروا الصور، ولما شفت الصور كنت أنت وسليم ونادر وطبعا الجثة كمان. ولك أنت بشو عم بتنكوش؟ ها؟ أنت شو بدك بهالزلمة لحتى تنكوش وراه؟ هذا الزلمة قتل مرة يا أخي، قتلها بدم بارد وبعدين بالتهديد وبالاحتيال لبس التهمة لواحد غيره. شو ما عجبك؟ شوف أنت بلا مخ، عن جد أنت ما عندك مخ. لك أنت ليش لتروح وتنكش؟ الرجال أخذ مصرياته وقاعد بالسجن وفي آلاف مثل حكايته بالسجن كمان. هلأ أنا صرت مذنب؟ أنا مذنب مو؟ أنت ذبحتني ذبح يا أمير. أنت هيك قطعت رزقه للي بالسجن وجبت لي مصيبة لإلي.